هو طبعا هي تجربه مع استاذ خالد الحجر، انا بعمل فيها دور واحد اتخرج من كليه الزراعه وعنده مزرعه، عنده اسره مكونه من 2 3، عنده مشاكل كبيره جدا مع مراته، الحياه فيها فتور شديد جدا مع مراته، تقريبا زي ما بيقولوا كلام انتهى بينهم من بعض. وفي نفس الوقت هو ابنه متحمس جدا للثوره، وهو على النقيض، هو شايف ان الثوره فيها تلقائيه وسذاجه شديده جدا وفيها اندفاع، فخايف جدا على ابنه. وفي نفس الوقت بيخش بقى، عشان ما نحرقش الفيلم، بيخش في علاقه فيها يعني بيجبر مرات المزارع انها تمارس معاه الجنس من منطلقه القوه، يعني من منطلقه السلطه. يعني الورق مكتوب كويس جدا، انا شايف ان دي من احسن افلام خالد اللي كتبها. والدور كان بالنسبه لي فيه مغامره شديده جدا، لان انا طالع شرير شهواني شويه، يعني في شر بس في شهوه في نفس الوقت. فاي حد يعرفني يقول لك ده لا ده ذكي طيب قوي بتاع مش عارف حاجه كده، مش هطلع ده. فانا حبيت الاختيار اللي فيه المغامره دي. انا اشتغلت مع خالد تقريبا 3 اعمال قبل كده. انا بحب جدا كتابه خالد وبحبه كمخرج جدا، وبعدين احنا نعرف من بعض يعني 30 سنه دلوقتي. فعجبني الورق وبيحب طريقه، وبحب يعني بحب طريقه تفكيره واداره الممثلين جدا. فشايف انها فيها مغامره بس في نفس الوقت محسوبه، لانه اللي بيحكم في النهايه هو الورق، اللي بينجح الفيلم اساسا هو الورق. فلو الورق كويس ومعاك ممثلين كويسين، الفيلم على المستوى الفني والمستوى التجاري ممكن يمشي جدا يعني.